صباح الفل صباح الفل صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ طمنوني عليكم حبايب قلبي، ربنا ما يحملناش منكم ابدا ابدا ابدا. الساعه دلوقتي 4:30، نزلت قلت اجي المكان دون ومهنش عليا ان انتوا ما تشوفوش هذا الجمال وندردش مع بعض فيديو، انتوا حظكم يا يطلع كبير يا يطلع صغير. يلا بينا يلا بينا. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو بتشوفني لأول مرة ما تنساش تشترك في القناة، ما تنساش تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان انت راجل عسل. صباح العسل يا راجل يا عسل. يلا بينا. يا عيني على الحلوة. ايه رأيكم بقى في الشتاء داخل هذه البلاد او مدينة نورنبرج ألمانيا، المدينة اللي انا عايش فيها دايما بتكلم عنها، ما بحبش اتكلم عن بلد غير موجودة في قاموس وجودي في الحياة. صباح الفل صباح الفل يا رجاله، صباح الفل. جو يا جماعه مش عاوز اقول لكم، اخر روقان واخر هدوء، بجد اخر روقان واخر هدوء. معرفش ليه قفلوا الحته دي، كنا بنيجي هنا في الصيف نتمشى ونمشي على الممشى دون وجم وقفلوه. طب قفلتوه ليه بقى؟ ما تفهمش، بيصلحوا بقى الدنيا يافطه اهي. ما علينا باليفط والقصص، احنا كده كده هنسمع الكلام ومش هنعدي ولا نروح المكان التاني. حتى المرسى دون اهو برضه مقفول، ناس مزاجهم عسل قوي. صباح الفل. بس الجو يا جماعه الجو جميل قوي، ولا ساقعه ولا حر صراحه، زي ما تقول كده بين البنين. صباح الفل يا رجاله، صباح الفل. تقريبا كده بيصلحوا هنا في الحته دي. كنت من فتره كده عملت فيديو في السوبر ماركت فشاورت على الكرواسون وقلت يا جماعه ابقوا خلوا بالكم عشان الكرواسون دون بيبقى فيه لحم خنزير. الكرواسون اللي انا شاورت عليه فيه لحم خنزير، وفي منه ساده وفي منه بالجبنه وفي منه بالشوكولاته وفي منه مش عارف بايه وانواع كتيره قوي، وبيبقى مكتوب عليه ان ده فيه كذا. فانا لما اجي اقول لحضرتك خلي بالك عشان ده ممكن يكون فيه لحم خنزير، انتبه وانت بتشتريه، ابقى اسمع الكلام وقول حاضر يا عم خالد هخلي بالي عشان فعلا كلامك صح. اكتر حاجه في البحيره دي اللي هي بحيرة فودازي اللي هو موجودة في مدينة نورنبرج، معروفة للناس اللي عايشة هنا، فهمت يا حبيبي؟ كنت برضو عملت فيديو عن اللي هو الألكافي اللي هي رخصة القيادة بتاعة النقل، فحد كان سألني قال لي أنا سواق وبعرف أسوق كذا والله يعينه ومية مية. أنا يا جماعة لما باجي أعمل فيديو هنا في ألمانيا أنا بعمله للناس، بفتح لك أبواب شغل للناس اللي بتشاهدني داخل ألمانيا. أما بالنسبة لطرق السفر والشغل وإن أنت تيجي هنا وتعمل أوس بيلدونج مثلا على سبيل المثال أو تعمل أي حاجة تفيد بيها حياتك حبيبي، أي سفر أنت متقررش دلوقتي تقول أنا هسافر، وخصوصا الدول الكبيرة زي ألمانيا فتقول أنا هسافر دلوقتي فتقرر أن أنت تسافر فتسافر. لا، اللي بيبقى عاوز يسافر ده بيبقى محضر للسفر ده قبلها بيجي سنتين على الأقل، محضر أوراق محضر فلوس. وخلي بالك لازم عشان حتى تدرس يبقى في الحساب بتاعك مش اقل من 12000 اورو، احسبها انت بقى على عملة بلدك، يعني لازم تحط الرقم ده او ما يعادله في الحساب بتاعك اللي انت بتبقى رايح بيه للسفارة. ده لو انت قدمت على دراسة مثلا ماجستير بعد المؤهل العالي بتاعك، فلازم يكون عندك الحساب ده عشان تيجي، لان المصاريف كتير وانت بتصرف على نفسك، فهمت يا حبيبي؟ ايه رايكم في المنظر الجميل والعمارة الحلوة دي اللي واقفة زي السبع دي، الله اكبر عليها، بدل ما تتنشى عين تنزل. تعالوا نروح عند الاوز الرومي ده، ده اوز رومي مش وز طبيعي. فلازم تشوف اللي سبقك عمل ايه وتعمل زيه، وكل واحد حسب ظروفه. لو انت جاي دراسة شوف الناس جت درست ازاي هنا، الناس هنا جت عملت اوز بيلدونج ازاي، وايه الشروط المفروض ان يكون معاك لغة. ما هو انت مش هتيجي هنا باللغه العربيه وتقول انا عاوز اشتغل واعمل اوز بيلدونج، فاهم يا حبيبي؟ فلازم لازم ايه يا ست انت خايفه واحنا هناكلك؟ احنا بصراحه انا منايا اكلك، فهمت يا حبيبي؟ فانت تشوف الناس عملت ايه وتعمل زيهم، او تسال عن الناس الاهل الخبره في هذه المجالات السفر والسياحه والكلام ده كله والدراسه والاشغال دي، واتوكل على الله وربنا يسهل لك الحال. بالنسبه للنصب والنصابين والمحتالين مش موجودين هنا، لان هنا مفيش مجالات لهذا الكلام، مفيش مجالات كمان للرشاوي، مش زي دوله زي اوكرانيا او روسيا كان فيها بعض من الناس النصابين اللي كانوا ماليين اوكرانيا ومعروفين بالاسم. فانت يا حبيب القلب هنا مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها سماسره دراسه، مفيش حاجه اسمها اخد منك رشوه عشان امشي لك مصلحه كذا، اطلع لك كذا ورقه كذا، معرفش ايه، انجحك في كذا، مفيش الكلام ده يا حبيبي هنا، بس لانه بيهبد عليك.
فهمت يا حبيبي؟ احنا بنقول الكلام ده عشان الناس تفتح عينيها وربنا يوفق الجميع. اللي عاوز يسافر المطار موجود والسفاره عندك في بلدك وربنا يوفقك. لكن انا بالنسبه لي والله هو اللي انا بقوله لك هو ده اللي انا اعرفه عندي خبره بيه. ايه رايكم في مجموعه الوز دي؟ شايفين انا بعدت عن انا اللي بعدت عنهم على فكره، يعني انا اللي بعدت عنهم، يعني انا اهو بقرب اهم هم ولا هم ولا انا في دماغهم حتى. بص بياكلوا عادي من الارض وسلام عليكم، جزازات عشب من الدرجه الاولى. وما زلنا في البارك الجميل الحلو الظريف وبنستمتع في هذا اليوم الحلو. شايفين الوز الجميل؟ يعني التيالي دول انا دول لو جم مصر دول هعمل معاهم الصح، ولما يجوا مصر لازم نعمل معاهم الصح. صباح الفل يا رجاله، اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم يا عرب. باي 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 باي، السلام عليكم.